بدء صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة الغير منتظمة ال 500 جنيه اللي مقدمة من وزارة القوى العاملة، هتبقى يوم الحد اللي جاي ان شاء الله. دي الناس اللي هي اتخلفت عن مواعيد الصرف الاساسية، لكن في اخبار مهمة جدا واخبار سعيدة للغاية موجودة في الفيديو اللي انا هسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو ده، فاسفل الفيديو ده هسيب لكم رابط فيديو تقدر تخش عليه على قناة سكرين الإخبارية. زي ما انتم شايفين بدء صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة ال 500 جنيه من الحد اللي جاي، وكيفية الاستعلام الصحيح، والإعلان عن خبر منتظر بخصوص التسجيل. بالفعل في خبر مهم جدا، بتمنى انكم تخشوا قناة سكرين الإخبارية تشوفوا الفيديو. لو عجبكم الفيديو هتضغطوا لايك زي كده، لو وبعد ما تضغطوا لايك تدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا زر الجرس زي كده، علشان كل الفيديوهات اللي هننزلها في القناة سكرين الإخبارية توصل حضراتكم على طول. قناة السكرين الإخبارية هتبقى متابعة مع حضراتكم منحة العمالة الغير منتظمة لحظة بلحظة، هتبقى متابعة مع حضراتكم منحة العمالة الغير منتظمة لحظة بلحظة، هتنزل لحضراتكم روابط التسجيل الصحيحية، فيديوهات عن شرح كيفية الاستعلام بالطريقة الصحيحة والمضمونة، هتنزل لحضراتكم التحذير من المواقع اللي بتخليك تسجل فيها على اساس انها تابعة لمنحة العمالة الغير منتظمة، وهي في الحقيقة ملهاش اي صلة بمنحة العمالة الغير منتظمة. اتمنى انكم تشتركوا في قناة السكرين الاخبارية وتفعلوا زر الجرس، علشان في فيديوهات مهمة جدا هتنزل على القناة. بكرة الصرف، بكرة الحد، بكرة الصرف، انا بنوه بكرة الصرف الحد، في ناس جات لها رسائل، في اثباتات كتيرة في الفيديو اللي هسيبه لكم اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وشكرا ليكم على حسن المتابعة.